هكمل بقى بقية الضرفة. على فكرة بصوا انا هنا نزلت على الخشب كمان عشان اوريكم برضو اللي هو مش يعني مش ينضف الازاز بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في كل بيت وفي كل مكان اينما كنتم، يا رب يدوم بينا التواصل ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني. معاكم حنان الوراكي، ام ندى وفتحي. يعني النهارده حبايبي حبيت ان انا اقدم لكم وصفه رهيبه جدا في تنظيف الزجاج والازاز، اي حاجه خاصه بالازاز اذا كان مرايات ازاز. فديت الوصفه بتاعت النهارده هنعملها مع بعض، هي بسيطه جدا وهنستخدم فيها النشادر. بالنسبه للنشادر ده كده بيبقى شكلها، هيت النشادر ديت بتبقى ريحتها قويه جدا. لما تيجي تستخدميها في اي حاجه انا بقدمها في المنظفات يعني لازم تبقي لابسه كمامه وانت بتستخدميها، لان هي بيبقى لها ريحه قويه جدا. وكمان لما تيجي تستخدميها يفضل برضو ان انت تكون مثلا الشبابيك عندك مفتحه علشان الريحه بتاعتها ما تتبكيش. وفي حاجة كمان اللي هي طبعا من ضمن انا الخلاطات اللي انا بعملها، طبعا هي ما ينفعش ان انت تضيفي في اي وصفة انت بتستخدمي فيها النشادر اذا كنت بتستخدميها في المنظفات، ما ينفعش ان انت تخلطيها مع كرور لان هي بتبقى غلط. فانا حبيت بس اقول التحذير ده هوت. وما ينفعش برضو ان احنا ننظف بيها الفرن بتاع الغاز، هي لها برضو زي هي ما لها فوائد وبتنظف حاجات كويسة هي برضو بيبقى لها اضرار، فلازم اللي احنا نخلي بالنا واحنا بنتعامل مع النشادر. فاي وصفة انا بقدمها لكم يا ريت ان انتوا تعملوها كده بالظبط. طبعا انا بس حبيت ان انا اقول لكم الكلمتين دولت ونبدأ مع بعض ونشوف الفيديو سوا هنعمل ايه. يلا بينا بقى كده نبدأ مع بعض ونشوف مع بعض الوصفة معانا هتبقى عبارة عن ايه. هي بسيطة جدا، هي بس دي كده شكل النشادر اللي انا حبيت اللي انا اوريها لكم. انما انا هنا مجهزة معايا بخاخة، وهنا معايا حاطة معلقة نشادر في قلب الكوباية انا هوت عشان هخلط عليها المية. يبقى احنا هنستخدم معلقة صغيرة من النشادر وهنحط عليها كوباية مية اهي. كده زي ما احنا شايفين وهقلبهم مع بعض، هدوب النشادر مع الميه بتدوب بسرعه. ده كده منظف للزجاج المرايات الازاز، يعني بتبقى جميله جدا. طبعا انت ممكن تستخدميها برضو الوصفه ديت في تلميع برضو اي كريستال كاسات الحاجات ديت، هتديلك برضو لمعه حلوه. لو عصتي منها كده بالمنديل وتمسحي الكاس اي حاجه عندك هتديلك لمعه حلوه جدا. اهيت بس انا عاملاها بقى الوصفه ديت على اساس اللي هي تبقى مثلا للمرايات او كده او الازاز. فدلوقتي هي بالنسبه للكريستال مش هضيفوا عليها يعني صابون سائل، لا، انما انا هنضيف دلوقتي معلقه كده صغيره او يعني كام نقطه كده يعني من الصابون السائل، لا، علشان يدي نظافه للمرايات، المرايات يعني اللي هي بتبقى فوق الحوض الوش اللي هي في الحمام كده. فانا عامله الوصفه ديت النهارده، بس انتوا لو هتستخدموا الوصفه ديت في تلميع الكريستال والازاز والحاجات ديت الكوبايات والحاجات ديت، فيبقى كده زي ما هي كده بس الميه بالنشادر بس. حبيت برضو ان انا اقول لكم هنا هنضيف يعني بصوا هي كميه بسيطه جدا. حتى ممكن استخدم المعلقه هنا اهوت، معلقه كده صغيره اهيت بس كده اهوت. وهنشيل، انا حطيت اللي هو منظف اللي هو جنرال اللي انا كنت عاملاه معاكم في فيديو قبل كده، ده كده بيبقى شكله. على فكره الفيديو بتاعه جميل جدا لان المنظف ده هوت يعني بيتباع بره غالي، يعني هتلاقوه بيوصل ل 73 جنيه اللي هو الجيركن اللي زي ده كده.
وبيبقى يعني بيبقى يعني ده كده بيرسيل جل بيبقى يتغسل بيه المواعين، كنت عاملاه برضو يتغسل بيه المواعين، ممكن الملابس، بيدخل في يعني بيدخل في كل حاجة في المنظفات، انا بستخدمه في كل حاجة. هنا بقى هبدأ ايه، لو ما شفتوش الفيديو بتاعه هسيبه لكم برضو في صندوق يعني او في تعليق مثبت كده تحت الفيديو. هنا بقى انا هبدأ ان انا احط ده كده في البخاخة اهي، وهبدأ بقى ان انا ايه اقفل البخاخة كده اهوت، ونوريكم بقى ايه التجربة كده ايه عملي ازاي اللي احنا هننضف بيه يعني. شايفين هنا، شايفين معلقة الصابون اللي انا ضفتها ادتني يعني هي رغوة بسيطة، هي دي بس اللي انا عايزاها اهي زي ما احنا شايفين اهيت. دلوقتي بقى ايه، يلا بينا كده عشان اوريكم التجربة عملي، ونقطع هنحتاج البخاخة اهيت اللي فيها الخلطة اللي انا عملتها، ودي كده فردة شراب كده قديمة اهيت، هنبدأ اللي انا استخدمها اللي انا المع بيها. كده حبايبي معايا اهوت المنظف اللي انا عملته معاكم وفردة الشراب، هبدأ بقى انا ايه هجرب لكم بس في حتة صغيرة كده بس من فوق اهيت. هنا هتلاقوا وسخة من هنا باينة ومن اهوت ايه نضيف، فلما نيجي حتى نلمع كده من هنا يعني اللي هي الوصفة بتاعتها هي رهيبة جدا جدا. يلا بينا كده نوريكم على ضفة ازاز تانية. كده حبايبي هنجرب برضو هنا اهوت، هنبدأ ارش كده اهوت، على فكرة هو بينظف وبيدي لمعة كمان يعني هتلاقوا الازاز كده بيدي لمعة جميلة. شايفين اعمل برضو هنا اهوت كمان اكمل بقى بقية الضفة. على فكرة بصوا انا هنا نزلت على الخشب كمان عشان اوريكم برضو اللي هو مش يعني مش ينضف الازاز بس، شايفين انا اهوت هنا كان اللون بتاع البوية عاطي كده على اصفرار. طيب هي النشادر بتشيل الحاجات دي يعني، انتوا لو عملتوا لو عندكم البيبان الخشب ولا حاجة لو انتوا استخدمتوا الوصفة دي هتلاقي كأنك لسه مدهونة دلوقتي يعني. بصوا هنا بصوا ديت هنبدأ اللي انا برضه عشان اوريكم برضه اللي هو بينضف برضه الايه الخشب اهو. يعني هي بصراحة هي الوصفة ديت جميلة جدا. الضفة دي انا ما عملتهاش، شايفين البياض النشادر. بصوا اي حاجة لو الخشب عندك لو الخشب عندكم يعني عاطي كده على اصفرار وبقاله لو سنين حتى ما تبيضش وجيتوا استخدمتوا الوصفة دي يعني اتحدى اي حد يجي عندك ولو ما سألش وقال لك الله انت بيضتي يعني هتلاقوا في فرق فعلا لو انتوا استخدمتوا الوصفة دي. طبعا انا مش بضحك بصراحة يعني عشان ما تقولوش ايه لا اهوتي هتبكش علينا الحاجات دي، لا انا بتكلم بجد، جربوا الوصفة بتاعتي وانتوا طبعا انتوا انا بقى عندي مصداقية يعني بالنسبة لكم اللي انتوا اي حاجة انا بقدمها لكم يعني الحمد لله بتنجح معاكم. ما يبقى ده كده الفرق اهوت، الخشبة دي اللي انا عملتها معاكم ودي اللي ما تعملتش، في فرق بين الاتنين. نعم وهنا انا لمعت ضرفة الازاز ديت هنات بقى ديت ايه اديلها برضو ايه تلميعة يلا عشان ايه اعملها وامسح بقى الخلطة ديت البيبان برضو عندي ايه والخشب برضو اهوت انا باخده معاها اهيت اهي. عشان يبقى كلها بقى ايه زي بعضيها. انا كمان ايه بمسح بفردة شراب
يعني احلى حاجه اللي انتوا تمسحوا بفردة شراب بصراحه، بتمتص السوائل بسرعه زي انا ما شوف زي ما شفتوا معايا. نيجي برضو على الحلق كده اهوت وانا طالعه. انا بمسح الخشب بالمره زي ما احنا شايفين، معلش الازاز بقى بيعمل صوت وانا عماله بمسح. بمسح برضو الحته دي كمان. بس كده اهوت، كده انا خلصت الشباك كله اهوت مسحته معاكم. ما زي ما شفنا اللي هي نظفت معايا الخشب كمان اهيت. اتمنى حبايبي الفيديو النهارده يعني لو عجبكم والوصفه عجبتكم يا ريت كده اللي انتوا تدعموني كده باللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو وبيوصل الفيديو لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوه، ويستفادوا كمان بالوصفه اللي انا بقدمها ديت لان هي بسيطه جدا جدا. وعملنا جلانس كده اهوت لملمع الزجاج بحاجه يعني بسيطه جدا، ميه ونشادر وصابون سائل طبعا متوفر في كل بيت زي ما شفنا، خدنا معلقه بس صغيره من تحت الشاي بس منه، وعملت احلى ملمع للزجاج اهوت والخشب كمان في نفس الوقت. يا ريت كده بقى تشيروا الفيديو ده مع كل الناس عشان يستفادوا بالوصفه ديت. كان معاكم حنان الوراقي ام ندى وفتحي، يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.